أحسن الله إليكم. نستقبل هذا الاتصال من الأخ محمد من حائل. نعم. على مساء الخير. حياك الله. حياك الله. أنا سؤال إن أنا سجلت بالضمان الاجتماعي، أنا يعني مرض نفسي شوي ورحت تقدمت على الضمان الاجتماعي ورفضني التسجيل فيه. وجاني واحد طلب حياة يعطيه مبلغ يسجل الضمان والحمد لله. تفضل يا شيخ. نعم. نعم، الضمان الاجتماعي له شروط، إذا انطبقت على الشخص جاز له، أما إذا لم تنطبق عليه الشروط فلا يجوز له، ولا يجوز له التحيل على ذلك. وإذا دفع مالا لشخص من أجل أن يدخله في الضمان فهذه رشوة محرمة، سحت والعياذ بالله، لا يجوز هذا العمل. نعم.